أنا أريد أوجه دعوة، أريد أوجه الشكر وتقدير إلى المكتب الإعلامي للسيد الرئيس. هسه اليوم يقول لك نجم صاير صاحب الرئيس، بس أنا أتعامل على ورق، أنا صاحب اللي يحب العراق، ما عندي مشكلة، هذا رئيس وذاك اللي يخدم العراق خوشادني، والبيضة بيضة والسودة سودة. لأنه الآن الرسالة اللي وصلتني من الأخ يمكن طاها، مو شباب، أبو طاها، يقول مرحبا أخ نجم، يقول بعد لقائك بالبرنامج اسمعوا الناس بخصوص علاج الجرحى الشلل متظاهرة تشرين، وإحنا عددنا 11، دز علينا السيد الكاظمي وقابلنا السيد الكاظمي، احنا 5 من كربلاء واثنين من النجف واثنين من الناصرية واحد من بغداد. ألف شكر لك استاذ نجم، أنا ما احتاج الشكر يا أبو طه، أنا خادم لكل أهلي وخادم لكم، وأنا أتأثر بمشاكلكم، لكن شكرا للمكتب الإعلامي، وأتمنى من المكاتب الأخرى بالوزارات الأخرى أيضا أن يردون علينا، لأنه ترى هذا هم أخوك بالدين وهم نظيرا لك بالخلق وهم أنت مكلف بخدمته. مكتب رئيس الوزراء رد واتخذ إجراء، وبعدنا الوليدات ببقية الوزارات ماكو. انطوني أبو طه، حياك الله أبو طه. أهلا وسهلا أستاذ نجم الغالي، حياك. الله يبارك بيك ويبارك بقناتكم وبرنامجك الكريم والإخوان الخلف الكواليس. أنا عبر قناتكم أقدم شكري إلى دولة رئيس الوزراء وإلى معالي وزير الصحة وإلى مدير مكتب القائد العام الرائد جوحي، الأستاذ رائد جوحي، وإلى المستشارين هشام داود ومهند كناني. حول الاستجابة السريعة بعد مقابلتكم مناشدة طه عبر قناتكم، استجاب دولة رئيس الوزراء للمناشدة. والحمد لله بتاريخ 9 تم مقابلة دولة رئيس الوزراء، وواعدنا إن شاء الله السفر إلى دولة ألمانيا للعلاج، لأن بالحقيقة حالاتهم لا تستطيع العلاج إلا مستشفيات ألمانيا. وإحنا والآن عبر قناتكم ناشد رئيس الوزراء بالإسراع بالإجراءات، والرجال ما مقصر، قابلنا أكثر من مرة وخلى خلى يعني ربط ناس ممثلين للجرحى، ربطهم مباشر باللجنة. فإحنا عبر قناتكم نشكركم، لأن أنتوا صوت المظلومين، أنتوا صوت الجرحى، صوت أبو طاهر. يا أستاذ نجم، أبو طاهر، نعم، لا شكر إلي ولا شكر لأي آخر، كل إحنا يجب أن نؤدي دورنا. لم يشكر المعبود لم يشكر الخالق أستاذ نجم، هذا واجب، إحنا أيضا نكبر بهذا. وأعود وأكرر، أبو هيا خليك على هذا الطريق سيادة الرئيس، عفية عليك، خليك على أمنا بالله سبحانه وتعالى وبدولة الرئيس إيصال الجرحى المظلومين الفقراء. نعم، طلبة جامعيين يتأملون بالله وبهاي المبادرة اللي هو كان مشرف عليها. نعم، وعدنا إن شاء الله بإيصالهم للعلاج إلى دولة الرئيس. أشكرك يا أبو طه، أعتذر منك، عندي هواية.